عايز اسالك، لو قلت لك معاك بادجت، معاك ميزانيه، واعمل فرقه تمام واكسب بيها الدوري المصري، واعمل لي فرقه من 11 لاعب موجودين دلوقتي في الدوري المصري، تقول انا لو معايا ال 11 لاعب دول في فرقه اكسب الدوري بسهوله. مين ال 11 لاعب؟ من الحارس للمهاجم. احنا متمنى، احنا بنتخيل حارس المرمى يعني محمد الشناوي، محمد الشناوي في حراسة المرمى متواجد، ظهير ايمن، الشيمي بتاع البيراميدز، الشيبي، محمد الشيبي بتاع المغربي، اثنين مدافعين، اثنين مدافعين، عبد القادر، مين عبد القادر اللي هو بتاع الاهلي، عبد المنعم، عبد المنعم، محمد عبد المنعم، عبد المنعم السيرد باك، لعيب كويس قوي بس برضه عاوز يظبط كده برضه شويه. و برضه بالنسبه لي محمود حماده، احنا لسه ورا، لسه ورا، محمود حماده في نص الملعب. تحط مين مدافع تاني؟ باهر، باهر محمد، باهر المحمد، ماشي. ظهير ايسر تحط مين؟ حسين السيد، حسين السيد، في النص غير علي معلول يعني، ما يعني حسين السيد برضه لعيب كويس جدا بصراحه. في نص الملعب احنا دلوقتي مش بنحبه ونكره، لا ما بحبش واكره، انت راح تكسب دوري. لا اصل حسين السيد، لا ما حسين السيد لعيب كويس جدا، خلي طبعا ما انا بفكرك بس بس طبعا حسين السيد لعيب كبير. في نص الملعب في انت حاطط محمود حماده، محمود حماده هتلعب الاول 4 3 3، هتحط 3 في نص الملعب، دي حطينا واحد محمود حماده، في بتاع فيوتشر، اللي بوبو ده، محمد رضا بوبو، محمد رضا بوبو، ماشي، محمد رضا بوبو ومحمود حماده، واحط كمان يا ناصر ماهر، ناصر ماهر، ماشي، ادي ثلاثه. تحط مين بقى الثلاثه في الهجوم؟ الجناحين والمهاجم. بالنسبه لي انا برضو ربنا يشفيه دغموم، دغموم، ايوه تمام، سنتر فيرويد، الناس جوز تستغرب برضو شويه، وبدا يرجع صلاح محسن، صلاح محسن، سنتر فيرويد كويس، هايل. تحط مين جناح كمان؟ مصطفى فتحي، مصطفى فتحي، وابراهيم عادل برضو يبقى موجود برضو في الناحيه الشمال، ماشي، بس يعني حلوه ده الوضع يعني، تكسب بيها دوري يعني، تعمل تعمل حاجه مع الناس. طبعا الكلام ده وهو الدوري ليس ال 11 لعيب فقط لا غير يعني، انا فاهم، لا انت عارف، بس انت بتقول لي تخيل كذا، حتى ناس ممكن يقول لك حسب برضو المواقف وحسب شغل المدرب بتاعهم.